البيضاء مشاهدينا الكرام. فتحت البوابات على بركة الله، اندفعت جادوا أفراس الإنتاج عمر الأربع سنوات فأكثر بجميع درجاتها متنافسة في هذا الشوط على مسافة إلى 1800 متر. جائزة فرحان السعودي رحمه الله من أهل الرياض، واحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه كتوم. يبدأ الانطلاقة ويبدأ الاندفاع لقيادة هذا الشوط في المركز الأول المتابعة، وشاهدها أيضا من صعب المراس في المركز الثاني، وأيضا من يبهر في المركز الرابع. الآن يتراجع مع تقدم جيد للمركز الثالث وغرقد للمركز الرابع من الخارج فيما النجم الفائز في المركز الخامس من المسار الخارجي كتوم ابن الموشح في ظهوره الأول في هذا الشوط، يقود هذه الأسماء ويظهر للمركز الأول. وأشاهد من المسار الخارجي النجم الفائز يحاول أن يتقدم هو الآخر في هذه المنافسة. صعب المراس في المركز الثاني يتقدم غرقد أيضا مع النجم الفائز، النجم الفائز من المسار الخارجي يتقدم للمركز الأول. الآن النجم الفائز ابن أوفيشال فليم مع أيضا تراجع لكتوم للمركز الثاني الذي بدأ الانطلاق، غرقد يتابع في المركز الثالث. فيما أيضا باريس يحاول أن يتقدم النجم الفائز يظهر بكل قوة في هذا المساء، النجم الفائز يبرز في هذا المساء ال 400 متر الأخيرة، النجم الفائز يسطع بكل قوة ما شاء الله تبارك الله، يذهب بعيدا يحافظ على الصدارة. لعبة الأطوال، لعبة الأبيض، لعبة الأطوال، لعبة الأبيض، يتقدم بقوة النجم الفائز في موسمه الثالث، يقدم نفسه بشكل مميز وبعدد كبير من الأطوال. النجم الفائز ينهي هذه المنافسة ويسطع على خط النهاية بعدد كبير من الأطوال. باريس يأتي للمركز الثاني والمركز الثالث لي